اخيرا وصلنا لرباط يا حبايبي، المكان الجميل اللي انتظره كم من يوم عشان اوصله. مناظر طبيعيه جميله، تاجير قوارب، جلسات الغداء، كل فعاليات اكتيفيتيز راح تشوفونها هني. مكان جدا مميز. بنتش اخيرا تعال حلوه، شوف المنظر. قول لي طرابزون ما طرابزون حلوه، يعني دائما اقولها، بس يا اخي تكون فخور لما تعرف ان في مكان كذي حلوه وقطعه من الجنه في بلد خليجي مثل عمان. خاطري في تأجير القوارب، الحلو فيها على انواعها، شخصين، اربعه اشخاص، وكذا شكل القارب الطويل، هاي ستايل ذي، في كذا ستايل، بس لازم نعيش ذي اللحظه في القوارب. الحين بنروح ناجر التذاكر هناك. جهزنا ولبسنا الجاكيت مال السيفتي ومركبنا وصل، ويلا حبيبي ما في وقت. يلا 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 فارس، يلا جهزنا، يلا الغالي خلنا ننطلق. الو يلا اخبار وسط الوادي شلال، تستمتع بهالاطلاله الحلوه وانت بالقارب الجميل، تشوف شلال حلوه، ينقط ماي، ينقط طالع.